السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي وفي صحه جيده بحول الله. مرحبا بكم معايا في قناتي افكار ام ريان. المهم اليوم عندنا فيديو جديد ان شاء الله، غادي نحضر معكم المربى ديال البرتقال. المهم غادي تشوفوا الطريقه ديالي اللي كندير انا، كيجي زوين كيجي بنين كيجي ابن من ديال الحانوت اللي كنشريو، وحسن منه بالاف الدرجات. مهما يكون هاد كيما صيفطوا هاد المربى ديال البرتقال ولا ديال الفريز ولا اي ديال البنان، ولا كيجي بطبيعه الحال حسن لانه كيكون خالي من المواد الكيماويه ومن هذيك المواد المسرطنه. يعني الا شفتوا المكونات ديالها كتلقاو او 400 وكذا او 200، هذاك الشيء راه كله مواد خطيره على الجسم ديالنا. فماذا بينا نوليو نصيبوه في الدار ديالنا هذا الشيء اللي كاين. المهم غادا نحتاج كيلو ديال الليمون كما كتشوفوا معايا، وهندير معاهم حامضه صغيره كما كتشوفوا عندي هاد الحامضه بلديه هذه صغيره. المهم وغادا نحتاج نص كيلو ديال السكر سنيده، يعني في الكيلو كان نص كيلو، اذا كان مثلا جوج كيلو غادا ندير كيلو. بالنسبه كتجي الحلاوه هي هذيك، اللي بغاه يكون حلو اكثر فعوض مثلا 500 غرام يزيد واحد 100 غرام 600 غرام. اما 500 غرام راه هو هذاك، باش يلا كي كتجي البنه ديال الليمون غالبه في هذا المربى، يعني ما تجيش هذيك الحلاوه اللي كثيره بزاف. المهم اول حاجه خديت هاد الليمون ديالي وهاد الحامضه غسلتهم مزيان مزيان، وغادا نبدا نقشر فيهم، نقشر في هاد الليمون. المهم على هاد الشكل غادا نقي الليمون ديالي وحتى الحامضه، غادا نقشر نحيد منهم القشور كامل ونحطهم. المهم كما شفتوا معايا البنات انا قطعتهم كاملين الليمونات وحتى الحامضه قشرتهم مزيان. وحاجه مهمه هاد البيض ما خاصوش يبقى، تحاولوا تقشروا الليمون من هاد البيض كامل، القشره البيضاء اللي كتكون فيه كامله تقشروها. صافي نحاولوا نقسموا على جوج ونحطوه، حيدوا هاد القشور، هذا القشرة كامل اللي كاينة تحاولوا تنقيوها مزيان كيما كتشوفوا معايا. نقشروا مزيان من هاد البيوضة. شوفوا معايا هادي، شوف كيف بديكم. صافي نقشر هاد الليمونات ديالي كاملين من هاد القشره البيضاء كامل، نحيدها ونحط تنكمل الليمونات كاملين اللي عندي. هذا الشكل كما شفتوا معايا. صافي انا هنا قشرت حيدت القشره البيضاء كامله اللي على عند الليمون. المهم نقيته مزيان، خديت البراده ديالي وهنبدا نقطع فيه ونشوف في نفس الوقت الا كاين شي هذوك العظومه اللي كيكونوا في الليمون حاولوا نحيدوهم. صافي ونحط هنايا في واحد هذا فين غادي نحطو تبيتوه الليله كامله، لان هاد الليمون هاد المربى كيخاصو يبات في هاد السكر ليله كامله من الاحسن. الليله ما عندكمش الوقت تقدروا ديروه في الصباح وما تصيبوه حتى العشيه، هذيك الست العشيه ولا عاد باش تصايبوه، لان خاص السكر يطلق مزيان فيه يولي كما السيرو، حيت غادي يطيب غير في هذاك السكر، ما غادي نزيدو عليه لا ما لا حتى شي حاجه، غير هاد الليمون والسكر صافي. صافي كتقطعوه في نفس الوقت
كتقلبوا، الا بانت لكم شي عدم ولا شي حاجه تحيدوه باش ما يجيكمش المربى ديالكم مار فيه المروره. داكشي علاش كنقيوه مزيان، حيت هاد القشره البيضاء اللي خليناها هي اللي كتبقى دير لينا ديك الكشكوشه بزاف ملي كنبداو نطيبوا فيه، هي اللي كدير لينا ديك الكشكوشه البيضاء. المهم صافي كنستعمل نقطع بحال هكا في نفس الوقت نقي، الا بانت ليا شي هذا شي عظم ولا شي حاجه كنحيدو. سعاد الليمون اللي عندي ما فيه ما فيهش العظومه ما فيهش. كاين سبحان الله اللي كتلقيه عامر بالعظومه وكاين اللي كتلقيه ما فيه كاع العظومه. صافي كنبقى نقطع ونحط حتى كنقادي كلشي الحامضه حتى هي البنات ما تخليوش لها العذوبه ديالها باش ما تعطيكمش المروريه، في عوض ما تعطينا مذاق زويت ولا عاطينا المروره يعني نقيوها مزيان. صافي انا كملت البرتقال ديالي وكملت هذيك الحامضه حتى هي قطعتها، يعني قطعته كامل ونقيته. دابا هندوز غدا ندير عليه السكر، قلت لكم نص كيلو يعني اولا 4 ديال الكيسان ديال العنبه كما كتشوفوا معايا هنا، غادا ندير 4 الكيسان ثلاثة كاس الرابع. صافي البنات صافي، وغادا نحرك مزيان، نحرك هاد الليمون مع هاد السكر، نحركو مزيان كما كتشوفوا معايا. صافي وغادا نغطيه بواحد هذيك بابي اليمونتيغ بهاد البلاستيكه. صافي ونديرو في الثلاجه حتى الغد ان شاء الله، يعني ليله كامله كيخصو يبقى باش كيولي لينا هاد السكر على شكل يعني سيرو غادي يطيب فيه كما كتشوفوا معايا. غادا نغطيه بهاد البلاستيك ونخليه، بيتوه ليله كامله هو بيت في الثلاجه كيولي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. شوفوا كيفاش كيولي، كيولي بحال فيه السيرو هذاك السكر كيبقاش كيولي بحال السيرو. صافي وغادي نديروه في الطنجره دابا البنات ونحطوه فوقه فوق البوطه كما كتشوفوا. غادي نحطو فوق البوطه مده تقريبا ديال ندير واحد الساعه ولا 50 دقيقه بحال هكا. صافي ندير كلشي هادشي، ما ندير معاه لا ما لا حتى شي حاجه. صافي غادي ندير العافيه، غادي نديرها متوسطه ما نديرهاش مهيله وما تكونش مجهده باش ما يتحرقش لينا، متوسطه كما كتشوفوا معايا هنا. صافي ونحطو ومره مره نحركو واحد الساعه غادي نشوفو ان شاء الله كيفاش يولي. دازت 50 دقيقه وانا دونا نطفي عليه، ها هو الشكل ديالو كيفاش كيولي، كيولي على هذا الشكل. صافي كناخذو مولينيكس ولا المونطحنة باش نطحنوه، وحاولوا ما تطحنوش بزاف البنات على شكل العصير ولا هادي، تخليو فيه هذاك اللب ديال البرتقال ديال الليمون. صافي كترجعوها البنات لهذا فوق النار عاوتاني ولا فوق البوطه غير ياخذ القوام ديال المربى. صافي وكتطفيو عليه كما كتشوفوا معايا. ماشي بزاف، وهنا البنات فين الا بانت لكم هذيك الكشكوشه البيضاء تتبداو تحيدوا فيها، تبداو تحيدوا في هذيك الكشكوشه البيضاء من الا طلعت لكم الفوق.
صافي البنات، بعد ما رجعتو للفوق البوطه كاع ديك الكشكوشه البيضه اللي كتطلع من الفوق حاولوا تحيدوها. تقريبا رجعتو واحد 15 دقيقه فحال هكا على بوطه مهيله ماشي مجهده. المهم هذه هي الكشكوشه اللي انا حيدت هذه البنات، حيت ضروري تحيدوها باش ما يخسرش لكم باش يبقى واحد المده طويله. صافي، وهذا هو الشكل النهائي اللي انا تحصلت عليه كما كتشوفوا معايا. صافي برد وغادي نديروه في قراعي ان شاء الله وغتشوفوا الشكل النهائي ديالو. صافي البنات كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، كتخليوه حتى كيبرد مزيان مزيان، حيت ملي كيبرد كيبان لكم القوام ديالو كيفاش كيجي. وانا راه ما نيلتوش في الطحين، خليت فيه هذاك اللوب ديال البرتقال كما قلت لكم. غادي ناخذوه واحد القرعه تكون معقمه مغسوله مزيان، المهم اللي عندكم، وغادي نديرو فيها وديروه في الثلاجه غير لتحت مول كيبقى مزيان، لان حيدنا منه هذيك الكشكوشه البيضاء، هي الا بقات هي اللي كتخسرو. صافي غادي نعمرو القراعي ديالنا اللي هنكونو حنا غاسلينهم مزيان كيف ما قلت لكم. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديالو البنات كما كتشوفوا، كما كتشوفوا معايا كيجي خاطر وكيجيو فيه هذاك اللوك كما قلت لكم ديال البرتقال وكيجي بنين. المهم هذه هي الطريقه ديالي ونتمنى انكم تجربوها، اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم كما قلت لكم في اول الفيديو. يعني مهما هيكون هاد المربى فما دابيكم تستغناو على هذاك اللي في الحوانت ولا في المراكز التجاريه الكبرى، لانه عامر غير بالمواد المسرطنه والمواد الخيبه. المهم كيبقى هذا ديال الدار كيبقى طبيعي صحي 100%، ما فيه حتى شي حاجه اللي هي مضره للصحه. المهم هذا هو الفيديو ديالنا، كان عباره على المربى ديال البرتقال، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. وحتى لهنا نقول لكم الى اللقاء ومع السلامه. بطبيعة الحال ما تنساوش ان اللي ما مشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا اي حاجه جديده حطيتها، ويبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.